صباح اليوم من شبه المؤكد أن الدبلوماسية الجزائرية منيت بفشل ذريع فيما يتعلق بحشد الدعم إلى مشكلتها مع الجارة الشمالية اللي هي إسبانيا، لأن الفشل كان مدوي وصارخ. مرة أخرى الدبلوماسية الجزائرية تمنى بفشل ذريع في حشد دعم عربي لخلافها مع إسبانيا حول قضية الصحراء المغربية. هذا الفشل تم تداوله على نطاق واسع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية وكعادتها لها رأي آخر مختلف تماما عن السياق، فقد أصدرت بلاغا رسميا نشرته وزارة الخارجية الجزائرية تنفي فيه بشكل قاطع ما سمي بفشلها في حشد الدعم لأطروحتها للانفصال بجنوب المملكة المغربية، أطروحتها الداعمة للانفصال في الجنوب المغربي. نفت الخارجية الجزائرية بشكل قاطع الأربعاء الماضي ما وصفته بمعلومات زائفة، واعتبرته من صنع المخزن كعادتها. البلاغ ديال وزارة الخارجية الجزائرية كيقول في بيان، وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: لا، تناولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل أو فشل الجزائر في. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي لها: تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها. وأضافت الوزارة أنها تنفي وبشكل قاطع الأخبار الزائفة التي لا تموت إلى الواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي حسب البيان تمارس مهامها بكل شفافية وسيادية. أردفت قائلة، وهنا كاين المصيبة، أنها تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية. وتابعت الوزارة، يعني وزارة الخارجية الجزائرية، من هذا المنطلق فإن الجزائر الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن هي في غنى عن استحضار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية أخرى. وهذه هي الكارثة، الجزائر في غنى عن استصدار أي مواقف تدعم موقفها السيادي الذي تراه لوحدها في العالم أنه صحيح ويتماشى مع مواقفها ومبادئها. يعني لو أن العالم كله، لو أن مجلس الأمن، لو أن الجامعة للدول العربية، لو أن كبريات الدول في العالم التي لها مقعد في مجلس الأمن، لو أن مجلس الأمن نفسه أصدر قرارا ورجح موقف المغرب، ستظل الجزائر على موقفها الثابت والقاضي بتقرير المصير.
هذا يعني لو أن الصحراويين أنفسهم، شتي، لو أن الصحراوة اللي موجودين اليوم في تندوف، واللي التيارات والمواقف المعارضة للخط الرسمي للبوليساريو وهي ناشئة اليوم وفي طور النمو، لو أن هذه الحركات، لو أن الصحراويين أنفسهم في تندوف عبروا ذات يوم وقالوا نحن مع الحكم الذاتي ونقدس الحكم الذاتي ونزكي الحكم الذاتي لأن فيه مصلحتنا، لقالت الجزائر أنتم خونة، لخونت الجزائر الصحراويين أنفسهم. هنا تتعرى مواقف الجزائر ويتضح أن ما تسميه بمبادئها في الدفاع عن حقوق الأقليات والشعوب المظلومة وإلى آخره هي مجرد شعار يغطي أهداف الجزائر التوسعية التي وقف لها المغرب بالمرصاد، و يعني مواقف المغرب يعني الداعمة واختيارات المغرب وبالضبط الحكم الذاتي الذي اقترحه سنة 2007 وهو يحظى اليوم وما يزال يحظى بالدعم القوي من طرف المجتمع الدولي، من طرف الدول الوازنة، من طرف الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ما يؤكد أن العملية في طريقها إلى التسوية النهائية قريبا. ومن أعلى هرم السياسة الدولية وأقصد مجلس الأمن والأمم المتحدة، فالجزائر تعتقد نفسها على صواب بالرغم من أن العالم كله يؤكد ويدعم الطرح المغربي. هذا يعني أنها هي الوحيدة التي على صواب والعالم كله خاطئ إلى يوم الدين. يحدث هذا في وقت كتصرف فيه الجزائر أموال باهظة، ودبلوماسيتها بالتحديد أموال باهظة في أدغال إفريقيا من أجل استقطاب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كي فقط يعترفوا بأن هناك شعب صحراوي وهناك رغبة في تقرير مصيره وهناك دولة محتلة وهناك مخزن وهناك إلى آخره. هذا يتناقض، يعني توتالمون يتناقض مع الموقف الذي يقول أن الجزائر في غنى عن مواقف أو في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لفكرتها ولمشروعها سواء من دول صديقة أو شقيقة، لأن موقفها الثابت هو موقف سيادي ولن تغيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو نفس الموقف الذي يتبناه المغرب فيما يخص أقاليمه الجنوبية، فهو يقترح حكما ذاتيا على الصحراويين المغاربة المحتجزين في تندوف. وهذا الحكم الذاتي طبعا في حالة قبوله وحصول إجماع نهائي بشأنه في الأمم المتحدة وفي المنتظم الدولي، ستبحث الدولة المغربية في آليات تنزيله، وهي واضحة ولا غبار عليها ولا مكان للمرتزقة وكراكيز النظام الجزائري اليوم في هذه المنظومة الديمقراطية التي تشي بالكثير من التقدم والنماء لمنطقة الجنوب المغربي.